إلى أبرز ما تم تداوله عبر المنصات الاجتماعية من قبل الرواد والنشطاء. البداية ستكون مع فيديو الذي يتم تناقله في الساعات الأخيرة بشكل كبير عبر الشبكة الاجتماعية، مقطع صوره على ما يبدو عابر سبيل وشاهد عيان على واقعة اعتقال قوات الاحتلال لفلسطيني وزوجته في القدس المحتلة. بحسب الادعاءات الإسرائيلية لم يكن مع المرأة تصريح، أي ما تعتبره إسرائيل إقامة غير قانونية. اعتقال امرأة لا تحمل تصريح لم يكن هو الحدث الذي أثار غضب كل من تابع هذا الفيديو، بل عدم اكتراث أفراد شرطة الاحتلال الذين اعتقلوا الأم لوجود أطفال في المركبة هو ما أثار استياء عارما. طفلان تركا لوحدهما في السيارة يبكيان وهما في حالة ذعر وخوف شديدين. واحد من الطفلين هو طفل رضيع. لنتابع. ماخذين الأب والأم من السيارة ومخلينا بصغار بالسيارة. حسبي الله ونعم الوكيل. ماخذين الأم والأبو ومخلينا بصغار بالسيارة بعيطوا. طبعاً الشرطة الإسرائيلية، وكما هو متوقع بعد الضجة التي أثيرت عبر المنصات الاجتماعية، وبالمناسبة هذا مثال آخر على أهمية طرح وتناقل مثل هذه القضايا والمقاطع على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية. إذن الشرطة سارعت بالرد في بيان تدعي فيه أن أفرادها انتظروا لدقائق طويلة حتى وصل شخص بالغ نيابة عن الأب، وأن الأطفال كانوا في السيارة تحت إشراف كامل ولم يتم تركهم حتى للحظة واحدة. غريب، بحسب الفيديو الذي شاهدناه كان من وثقه يصور طفلين بكيان في حالة خوف وذعر، ولم نسمع في الخلفية أو حتى نلمح أحد أفراد الشرطة. في التفاعلات الإعلامية إلسي أبي عاصي كتبت: جريمة جديدة على مرأة من العالم. ردت عليها الصحفية فاتن علوان: ولا محاسبة ولا عقاب أيضا. أمال كتبت عبر إنستغرام: وينهم حقوق الإنسان؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليهم جميعا. ليرد عليها شادي قائلا: شايفيتهم من أوكرانيا مشان نتحدث عن حقوق الإنسان؟ أما علي قاسم فكتب: إسرائيل دولة جرائم بشرية، حسبي الله ونعم الوكيل. أما نانا فكتبت أيضا: مليح ما اعتقلوهم، يعني من طبعهم يعتقلوا الأطفال. إلى موضوعنا الثاني، هذا المقام الذي نراه من خلفي على الشاشة هو قبر يوسف، وهو قبر أثري يقع شمال غرب كنيسة يعقوب شرقي مدينة نابلس على مقربة من مخيمي بلاطة وعسكر. يقتحم المستوطنون بشكل دائم هذا المقام تحت حماية جنود الاحتلال، وكما أيضا يؤدون طقوسا تلمودية داخله، لكن لكي يتحقق كل ذلك تمارس قوات الاحتلال القمع والبطش بحق الفلسطينيين ليستطيع المستوطنون المتطرفون أن يتراقصوا في قبر يوسف. ما حدث فجر هذا اليوم فكان على النحو التالي: قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تتجه إلى منطقة قبر يوسف كما نرى في هذا المقطع المصور من خلفي على الشاشة. بعد ذلك اقتحمت حافلات المستوطنين المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وتوجهت إلى مقام قبر يوسف تحت حماية قوات جيش الاحتلال. وبعد دخول المستوطنين اندلعت مواجهات بالقرب من قبر يوسف خلال محاولة الشبان الفلسطينيين التصدي لهذا الاقتحام. أسفرت المواجهات بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 64 مصابا، من بينهم إصابة بالرصاص الحي، عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق والحروق، كما وأعلنت أيضا إصابة 3 مستوطنين تم إخلاؤهم من قبل عناصر جيش الاحتلال كما يظهر في الفيديو التالي. وفي ذات السياق فيديو آخر نشر أيضا من داخل قبر يوسف يظهر هلع المستوطنين خلال الاشتباك والمواجهات مع الفلسطينيين. Oh, la la la!
آية أعادت نشر هذا الفيديو عبر تويتر وكتبت: من داخل قبر يوسف صياحهم طرب. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.